شو وينك لهلا يا مدام؟ ما في جواب؟ حسام شو رأيك تطلقني؟ أول مرة بشوف واحدة بتطلب من جوزها الطلاق مثل كأنه عم تقول له خذني مشوار، شبك عليها؟ شبك؟ أنا تعبت. ريحني الله يريحك. عم تضحك؟ عم قلك عليا طالبة الطلاق وعم تضحك؟ شو بدك ياني ابكي؟ بعدين معها حق. انت معي ولا ضدي؟ انا مع الحق. بعدين يا اخي صار لكم اكثر من 20 سنة متجوزين، في شي مرة فتت على بيتك وانت غلطان وحامل بايدك باقة ورد مثلا؟ في شي مرة عزمتها وطلعتوا سهرتوا لحالكم شي سهرة حلوة رومانسية؟ لك في شي مرة اخذتها وطلعت انت وياها سفرة 4-5 ايام برات البلد راسك وراسها؟ ليش انت بتعملها؟ هلا شو بدك فيني؟ شو عم تقارن حالك فيني لك عزام؟ لا مو هذا القصد، بس خلاص كبرنا على هيك حركات. وهي عم تذكرك انها ما كبرت، عم تناخشك يعني، بس بطريقتها اللي بتعرفها. لا والله مو هيك، لما طلبت الطلاق كانت كتير هادية ورايقة، وهذا اللي خوفني وجاي من عندك من الصبح. يا رو عم بتناخشك. يا ريت القصة تكون هيك، بس عالية متغيرة. شلون يعني؟ عم تكذب. شو أعمل؟ هذا اللي صار. مرة كنت عندها بالمكتب وهي ما كانت موجودة، حكيت معها تليفون قلت لوينك؟ قالت لي بالمكتب. لك يا أخي بسيطة، بتكون متخانقة هي والبنات أو بتكون آخد على خاطرة منك، عم تشرب لها شي فنجان نسكافيه بشي محل. هدول النسوان عليهم هيك حركات. روب ما بعرف، إن شاء الله. لك خلصنا بقى لك عزام؟ شو بلشت تخبص؟ ها شو نسيان انك عم تحكي عن اختي؟ لانه اختك جاي افتح لك قلبي، هي مرتي كمان مو انا اللي بدهينا. خلصنا بقى عزام، خلصنا لعيته لقلبي. ها خلص انا بحكي معها. ايه خليه يفوت. جايك دور؟ لا لا ما في شيء، هذا ادهم خليك. صحة يا معلم. اهلين. خير شبه؟ لا ما في شيء. لك ولك العمى ضربك ضرب، مو قلت لها للسكرتيرة بدك تشوفني بموضوع ضروري؟ شو هو الموضوع البطيخ؟